أهلا وسهلا. قناة الموصلية الفضائية في دائرة أنواء جوية مدينة الموصل. بالنسبة للحالة الجوية اليوم الخميس 9/1/2020، الطقس غائم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة، تكون رعدية أحيانا والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. طبعا هناك راح يكون انخفاض نسبي في درجات الحرارة. بلغت كميات الأمطار الساقطة لمحطة أنواء الموصل لل 24 ساعة السابقة 12 مليم. أما ما يخص درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت 5 درجة مئوية، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم 11 درجة مئوية. أما يوم الجمعة والمصادف 10/1/2020، سوف تكون يعني بالنسبة للحالة الجوية راح تضعف فرص تساقط الأمطار على مدينة الموصل ليوم الجمعة، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لهذا اليوم. بالنسبه للامطار ستستمر الاسبوع القادم ام ستتوقف؟ احنا الامطار يعني هي تكون صادره من قسم التنبؤ الجوي في بغداد التابع للهيئه العامه للانواء الجويه والرصد الزلزالي، تكون لمده 72 ساعه، يعني يكون التوقعات لمده 3 ايام. حاليا يعني اليوم موجوده ان شاء الله، وغدا مثل ما قلنا قبل شويه انه راح تضعف الحاله. الايام السابقه ان شاء الله اي مستجدات راح نبلغكم بها. الاسبوع القادم يعني ان شاء الله يوم السبت، هل سترتفع ام ستنخفض؟ يعني نعم انخفاض نسبي في درجات الحراره. انخفاض نسبي نعم، ممكن تصل الى الصفر، يعني ممكن تصل خلي 3-4 درجه مئويه. نعم، رساله ايضا توصلها للمواطنين في الجديد. احنا نقولهم ياخذون بالهم من الجو البارد، ويعني شرب السوائل الدافئه، يعني ما يكون هناك فرصه لتساقط الثلوج في المدينه؟ لا يعني المتوقع هذه في المنطقه الشماليه فقط، يعني بالاقسام الجبليه تكون